بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي، أتمنى تكونون إن شاء الله بخير وصحة وعافية. إخواني الأعزاء، اليوم حبيت أوضح لكم أو أشرح لكم طريقة إحنا نسميها تعيير أو ضبط عدسة اللاقط، أو إحنا نسميها فوهة اللاقط أو اللاقط على بؤرة الطبق، يعني خلينا نقول سنتر الطبق أو مركز الطبق، زين، أو منتصف الطبق، زين. شلون اضبطها؟ طبعا هذه الطريقه تحتاج الى ضبط دقيق جدا، زين، ضبط دقيق جدا، يعني لازم يكون تراعي البعد البؤري بحيث يكون ما تتلاعب بالبعد البؤري، فقط توجيه فوهة اللاقط او عدسة اللاقط الى بؤرة الطبق، منتصف الطبق، زين. الطريقه كالتالي، طبعا المواد انا شرحتها، يعني اللي مستخدمها مواد جدا يعني رخيصه وبسيطه ومتوفره بالاسواق، شرحتها في يعني اغلب او اكثر الجروبات بالفيس، زي الجروبات الخاصه يعني بعالم السات، شرحتها وكتبت طريقه الشرح مالتها، فهم راح اعيدها لكم. المواد اللي استخدمتها انا، زين، تحتاج قلم ليزر، هذا مثل ما تشوفونه متوفر بالمكاتب بالأسواق، زين. تروح لأبو المكتبة تقول له أريد قلم ليزر، يعطيك قلم ليزر، زين. وتحتاج إلى شريط، هذا شريط لاصق للأسلاك الكهرباء، احنا نسميه بالمصطلح العراقي تيب كهربائي. وأيضا تحتاج مثل ما تشوفون هذا الغطاء قنينة الماء، أو احنا بالعراق نسميها دبة الماء، ماي الآرو، يعني المياه المعدنية، زين. تجي هي هذه الغطاء، زين، هذا الغطاء مثل ما تشوفونه يجي يعني كوبي، يعني كامل، يعني ما مثقوب، او يجي مثلا هو تقدر تستخدمه مثقوب وتقعد او تخلي تدخل هذا قلم الليزر داخل الثقب او فوهة الغطاء. اذا صارت بيرخا وما قعد، تحاول تلف في الجزء، يعني جزء من هذا الشريط اللاصق التيب، بحيث يكون يقعد بإحكام داخل الفتحة، احنا نسميه يعني يكون يحشر. بس هنا حذار، يعني دير بالك مثلا، يعني اذا كان هذا قلم الليزر طويل، يعني لا تخليه مثلا يصطدم او يوصل الى الابرة الموجودة، الابرة العمودية، زين، او الابرة الافقية الرأسية او الافقية، يعني اذا يعني اصطدم يعني بقوه قد يكون يكسرها ويخرب اللاقط، زين. تجي تقعد الغطاء دبه الماء او قنينه الماء، تقعدها على فوهه اللاقط، زين، وتشده باحكام، تربطه باحكام، زين، بتيب او هذا الشريط مثل ما تشوفونه، الشريط اللاصق الكهربائي، ويقعد، وتجي تقعده على الفلنجه او ماسكة اللاقط، وتبدي توجه، زين. طبعا هسه انتم ما راح تشوفون نقطة الليزر، لان انا هسه جبت عيرتها باحكام، بس الطريقة هي للتوضيح، يعني انت هسه مثل ما تقعده راح تشوف مثلا هنا قد يكون تصطدم نقطة الليزر، او هنا او هنا او هنا، المهم هو هذا، خلينا نقول البؤرة او منتصف الصحن. شوفوا اخوان، هسه انا هذا تشوفها نقطة الليزر، شوفوها، زين، هنا تقعدها، تجي تقعد اللاقط بهالشكل هذا، تقعد اللاقط، زين، بهالشكل هذا تقعد اللاقط، وظل توجه. شوفوا هسه اخوان، هسه راح اقربها لكم، شوف نقطة الليزر وين موجودة، زين. تبدي تعير على راحتك، بحيث تشوف انت يعني ضبطت شغلك، بعد خلص يعني تقفل وبعد ما تتلاعب باللاقط. بس يعني اعيد واكرر، اقول يعني اقول لكم حذاري، زين، تتلاعبون بالبعد البؤري، خلوه مثل ما هو، فقط تعيير، زين، عدسة اللاقط. هذه مثل ما تشوفون اخوان، هذه هي نقطة الليزر، شوفوا، زين، ليش هي واضحة امامكم، هذه واضحة امامكم، رجعت لكم اخواني بعد ما وقفت التصوير في الطبق الاول، ورجعت اصوركم على الطبق الثاني اللي هو الطبق الخاص عندي البيضاوي شكل فايبر جلاس الاوفست، وكيفية تعييره. طبعا رجعت شديت اللاقط مثل ما تشوفون اخوان،
شديت اللاقط وكملت يعني التعيير. وهذا طبعا مثل ما تشوفون اخوان هذه نقطة الليزر، هذه نقطة الليزر يعني جاية في منتصف الصحن. طبعا هذه النقطة مثل ما تشوفون هي نقطة التقاء خط الأفقي أو خط العرضي زين مع الخط الطولي في أعمق نقطة في منتصف الصحن أو بورة الصحن، يعني نقطة التقاء الخط الأفقي مع الخط الطولي زين في بؤرة الصحن أو منتصف الصحن. يعني جيت يعني عيرته مثل ما يعني أنا حسب يعني قناعتي به، لأن هذه الأطباق البيضاوية تحتاج إلى حسابات دقيقة جدا على مود حتى تقدر تعير العدسة أو توجه نحو بؤرة الطبق. هسه مثل ما تشوفون اخوان هذه نقطة الليزر، شوفوا اخوان عفوا هذه هي نقطة الليزر، شوفوا وين جاية زين. اتمنى ان شاء الله ان يكون الشرح واضح لكم وطريقة الطريقة سهلة وواضحة. تحياتي للجميع، اخوكم نوفل الخفاجي.